بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، كما تتابعون عبر قناة ياس وعبر هذا النقل الحي والمباشر لميدان الوثبة عاصمة الميادين، أقوى الميادين وأعتاها. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط 14 للقعدان الثنايا المهجنات مباشرة مع المركز الأول، لأتابع الصدارة، لأتابع مقدمة الشوط، حيث أن هذا الشوط يضم في طياته 32 اسم مشارك، الكل يبحث عن الناموس وعن الانتصار. مباشرة مع هملول اشطيط بن سالم بن راشد، او هنا متابعنا الكرام ادهم سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي يقدم لنا في هذه اللحظات ادهم مع المركز الاول. المركز الثاني ضاري هو القادم، راشد بن عبد الله راعي الطير العامري يقدم لنا ضاري. المركز الثالث أتابع القادم شاهين حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة مقدما لنا شعار. المركز الرابع أتابع مرسال علي بن حمد بن جرحب المري يقدم لنا مرسال في هذه اللحظات. المركز الخامس القادم الطاير علي بن عامر بن ريو بن سويد المنصوري يقدم لنا في هذه اللحظات شعاره، بينما المركز السادس القادم والمنطلق في هذه اللحظات أتابع مهدي حمد بن مبخوت بن حمد بن سالم الكربي يقدم لنا شعاره، بينما المركز السابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات الغزال هو القادم أحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي، بينما انتقل إلى المركز الثامن ليتابع في هذه اللحظات ظبيان حمد بن محمد بن فهيد العجمي مقدما لنا شعاره. المركز التاسع وتابع اسم خطير وكبير في هذه اللحظات قادما بكل قوة ليتابع انطلاق الطنطان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي يقدم لنا طنطان في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع والعاشر متابعينا الكرام أتابع انطلاقة مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الصدارة، حيث هناك التحدي والانطلاق والاندفاع الكبير من قبل هذا الشعار، يتقدم وينطلق الغزال. الغزال مع المركز الأول يقدم لنا الغزال أحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي مقدما لنا شعاره مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع مرسال علي بن حمد بن جرحى بالمري. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء الثنايا القعدان المهجنات، أين يتجه هذا الناموس من بين هذه الشعارات من بين هذه الأسماء الخطيرة؟ أنتقل إلى المركز الثالث ليتابع الطاير الطاير طاير في سماء الوثبة في ميدان الوثبة علي بن عامر بن ريو
بن سويد المنصوري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز الرابع، الرابع أدهم هو القادم، سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي يقدم لنا شعاره بينما الحضور والوصول. أتابع مهدي حمد بن مبخوت بن حمد بن سالم الكربي. هكذا متابعين الكرام هم النجوم الخمس المتقدمين، وخلف الخمس أسماء خطيرة حيث أتابع شعار راعي الطير قادم في هذه اللحظات، وأيضا طنطان 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 مع المركز الثامن، يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات طنطان بشعار فلاح بن خادم بن محمد. الرميثي 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 قادما بكل قوة، بينما المركز التاسع وتابع انطلاقة مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري، وأيضا أتابع انطلاقة المركز العاشر في هذه اللحظات القادم جلمود سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري هو الحاضر. أعود بعد النداء الثاني إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. الله على هذه الشعارات وعلى هذه الأسماء. نعود إلى الصدارة وإلى الغزال، أحمد بن علي بن سعيد الرايح العليلي يحتل المركز الأول، يسيطر تمام السيطرة من خلال تقديم الغزال. الغزال الغزال مع المركز الأول العليلي يحتل المركز الأول في هذه اللحظات، صاحب إنجازات عديدة وبطولات وسجل حافل بالإنجازات الكبيرة والبطولات. الله على الغزال. المركز الثاني، المركز الثاني اسم خطير قادم بكل قوة، مرسال مرسال علي بن حمد بن علي بن جرحة بالمري هو الحاضر في هذه اللحظات. أيضا القادم متابع طنطان اسم خطير، طنطان طنطان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي قادما بكل قوة، بينما المركز الرابع الطاير علي بن عامر بن ريو بن سويد المنصوري هو الحاضر بكل قوة. لتبدأ في هذه اللحظات المعركة الطاحنة، المعركة الكبيرة ما بين الثنايا المهجنات وما بين هؤلاء الرجال الكبار الفطاحلة. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات. بدأت المعركة الآن، وطنطان يحتل الصدارة، طنطان وفلاح بن خادم بن محمد الرميثي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. بدأ ينطلق في هذه اللحظات، ما شاء الله على طنطان وأداء طنطان الخطير والكبير، يحتل المركز الأول، ينطلق بالصدارة في هذه اللحظات. ولكن القادم، القادم مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، ولكن الحضور من جلمود سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري هو الحاضر في هذه اللحظات. ايضا القادم شعار راعي الطير، والقادم مع المركز الخامس الطاير علي بن عامر بن ريو المنصوري. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى هذه الشعارات وهذه الأسماء اللي بدأت بالانطلاق، بدأت بالمغادرة في هذه اللحظات بالانطلاق الكبير والانطلاق المميز في هذه اللحظات.
ينطلق متابعينا مياس مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام على مياس، وطنطان عاد، طنطان طنطان عاد في هذه اللحظات بالانطلاق الكبير الكبير والمميز. ولكن مياس مياس مع الصدارة، ناصر بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا شعاره، ولكن طنطان وأيضا القادم أتابع في هذه اللحظات شاهين سيف بن حمد بن حميد الدرعي. ولكن سلام مياس والعصاف البطان، العصاف البطان بدون أي توامر تذكر على مياس. سلام وتحية واحترام ناصر بن حمد بن قناص العامري، هو قناص لهذا الشوط. سلام يا العامري، ما شاء الله العروض الخطيرة الكبيرة. سلام وتحية واحترام. المركز الثاني شاهين سيف بن حمد بن حميد الدرعي، والمركز الثالث طنطان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي، والمركز الرابع وقاد مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، والمركز الخامس شاهين مبارك بن عوض بن قنازل العامري. إذن تهانينا والناموس لمالك مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري. توقيت الزمني ولحظة الوصول. عشر دقيقة 35 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني الثاني كان طنطان فلاح بن شاهين سيف بن حمد بن حميد الدرع، وتوقيته الزمني 12 دقيقة 39 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث كان متابعنا الكرام طنطان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي، وتوقيته الزمني 12 دقيقة 39 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.